مش عاي يعني مش عايز ابقى قاسي في ال في ال في الردود او في ال في رد الفعل، ان يبقى في موقف او في حدث فالامور بتمشي كده. خلينا نتفق ان النادي الاهلي ونادي الزمالك طول عمرهم هم في صراع في كره القدم، هم كوبايه الكره المصريه. انا فهمتك، انت عاوز تقول ان الصح هو اللي يمشي، القانون هو اللي يمشي، يعني اللي هو يطبق بالظبط. كل خلينا الأحوال. نتكلم في ده، ولكن بنتمنى ان شاء الله ان هي هيبقى صداها يعود على الكره المصريه، لان احنا بنتكلم في اكبر ناديين في الشرق الاوسط وافريقيا، مش في مصر بس. ناديين كبار جدا. لو ده هيعود على الكره المصريه فاحنا معاهم وقلبا وقالبا. نهائي الكاس ده بيفكرك بايه؟ ده بيفكرني بحاجات كتير. لا طبعا يعني نهائي الكاس دوت مباراه طبعا يعني في البدايه لا تقبل القسم على اثنين، فيها لازم يبقى فيها فريق يفوز وفريق يبقى خسران، فهي بتبقى ليها حسابات تانية يا دكتور، يعني ليها حسابات تانية كتيرة جدا، ومش أي لعيب يلعب المباريات دي. مش أي فريق يدخل المباراة. أنتوا لما لعبتوها طبعا يعني كان لها مذاق مختلف. يعني طبعا احنا كنا في فترة كان في توهج في في الفرقة في الفترة اللي احنا كنا موجودين فيها مع الكابتن طارق العشري والقائمين على كرة القدم في نادي حرس الحدود، اللي أنا طبعا يعني حزين على موقف حرس الحدود اللي موجود فيه دلوقتي، ولكن مش ده موضوعنا. فلا هو موقف طبعا ليه حسابات تانية، ليه طباع خاصة. أهلي وزمالك ما لهمش توقعات. ممكن يعني فرقة تبقى مكسرة الدنيا بالظبط كده. فاكر المباراة كابتن ياسر وكابتن أحمد بتاع كابتن أبو زيد في كابتن حسين السيد؟ كابتن حسين السيد الزمالك كان ماسك المباراة دي لدرجة إن الكابتن عبد الجليل والله بيحكي لي يقول لي كنا بنجري ورا لعيبة الزمالك بقول لهم خلصوا الماتش، كان بيسمع لي يشوف يقول لازم نجيبكم وقت إضافي عشان لو رجعت والله كل المباريات كل مباريات الاهلي والزمالك دايما ملهاش مقاييس ولا معايير. الاسوء شويه او اللي الامور مش معاه او مش يومه دايما بيكسب المباراه، يعني فهي ملهاش توقعات، وده مش شرط يعني، ولكن هي ملهاش توقعات تماما. اهلي وزمالك مباراه صعبه جدا، ولكن في مؤشرات، في عوامل، في عوامل النهارده اللي بيدخل المباراه اهدى نفسيا، ان الشخصيه اقوى، التاهيل نفسي ونفسيا. هل جوميز لسه ما خدش مفاتيح الزمالك؟ وده ممكن يكون يعني طبعًا نقطه ايجابيه للنادي الاهلي. هو طبعا ما خدش مفاتيح، هو لسه يعني اعتقد ان هو لحد دلوقتي لسه في اسامي لعيبه ما يعرفهاش، فلازم الراجل نصبر عليه، ولكن في بوادر، في بوادر بتقول شخصيه استراتيجيه المدرب ده ايه. هو واضح جدا ان هو مدرب هجومي، واضح جدا ان هو بيهاجم بغزاره وفي عمق هجومي كبير جدا هو بيعمله، ولكن المشكله عند نادي الزمالك حتى في الصفقات اللي جابها وكل اللعيبه هو دور على شق واحد، على شق معين، ما دورش على شق ثاني. لا، نادي الزمالك عنده احتياج كبير جدا لباكين الطرف، عنده احتياج كبير جدا لقلب الدفاع. فانت النهارده بتتكلم فدي واضحه جدا، ولكن لا يعني في بوادر بتقول ان في مدرب كويس. اتمنى بقى ان هو يبقى ماشي جاي، راجل جاي بيشتغل بفكره بشخصيته، ما تبقاش الامور ايه يا دكتور بعد شويه يمشي الحال يعني. لا لا صح، انا معك فيه. دكتور ياسر بتروجيت ناوي خلاص ولا باذن الله ان شاء الله السنه دي الامور مختلفه عن السنين اللي فاتت. مجلس اداره في مسانده ودعم غير طبيعي برئاسه اللي هو جمال فوزي، ومجلس اداره بالكامل في دعم من رئيس